عندما تشعر بالحنين والكراهية بنفس الوقت لنفس الشخص، فتأكد إنه في ثلاث أمور عم بتصير معك ومع هيدا الشخص أيضا، وأهم أمر هو رقم ثلاثة والأخير اللي رح أذكره بالقسم الأخير من الحلقة. أولا، الشعور بالحنين والكراهية لشخص معين بنفس الوقت هي دليل، وأول موضوع وأول تفسير معنى إياه هو إنك مجروح منه. مجروح منه لأنه ارتكب ربما سلوك مؤذي بحقك، ما أخذ خطوة عملية تجاهك، كان ربما معيشك بعلاقة رمادية، وبالتالي أنت حسيت بالجرح أو بالصدمة العاطفية من هيدا الشخص. النقطة الثانية واللي هي تفسير للنقطة الأولى، إنك ما سامحت هيدا الشخص ومش قادر إنك تسامحه. كتير بيوصلني استشارات ورسائل إنه أنا مش قادر سامح هيدا الشخص، والتفسير هون لقصة إنك مش قادر تسامح هذا الشخص على السلوك المؤذي اللي عمله بحقك لا يكمن بهذا الشخص تحديدا، بل المشكلة تكمن بك أنت، أي أنه أنت بالأساس ما سمحت نفسك، لأنك إذا ما سمحت نفسك فصدقني مش رح تقدر تسامح أي شخص على وجه الأرض. هون بيسألوني طيب أنا كيف بسامح نفسي وشو هي الخطوات وما هو العلاج السلوكي لحتى أقدر سامح نفسي؟ واليوم بهيدا السياق رح أرجع أذكر لكم للمرة الثانية كتاب اسمه السماح بالرحيل، تقدروا تقروه، ولكن هلأ رح أعطيكم ملخص صغير أي الزبدة من هيدا الكتاب. اللي بدي استخلصه اليوم هو نقطة أساسية من هيدا الكتاب، ألا وهي إنه السماح بالرحيل لا يكمن إنك تسمح لهيدا الشخص بالرحيل فقط، ومش هيدا هو المغزى من عنوان الكتاب. المغزى من عنوان الكتاب السماح بالرحيل أي أن تسمح لمشاعرك السلبية بأن ترحل بهدوء وبسلام عنك، وإنك تواجهها وإنك تكون متصالح معها. كيف؟ أيضا رح أعطيكم تفسير لهيدا الشيء. بيقول الكاتب بهيدا الكتاب أنه نحن كبشر عادة عنا ثلاث طرق للتعامل مع المشاعر السلبية اللي بداخلنا. أول طريقة هي الكبت والقمع، والكبت والقمع بيعني أنه إنكار هيدي المشاعر، يعني أنت مش عم تعترف فيها وكبتها بداخلك، وبالتالي هيدا أخطر نوع من أنواع التعبير عن المشاعر السلبية، إنه نكبتها ونقمعها وما نعترف فيها. تاني طريقة هي الهروب، بمعنى أنت بتعترف بهيدا المشاعر السلبية أو نقاط الضعف اللي عندك إياها، ولكنك بتهرب منها. يعني بمعنى في كتير أنواع من الهروب بنعملها، ولكن هون هيدا مش حل أبدا، لأنه الهروب من العلاقات العاطفية والمشاعر العاطفية السلبية عن طريق الهوس بالعمل أو الهوس بالمخدرات أو تعاطي أمور أو خمور أو حتى إدمان على أشياء معينة ممكن تأذينا، مش ضروري دايما تكون الكحول والمخدرات والأرجيلة والتدخين، أوقات في ناس عندهم بصير إدمان على الأكل أو بصير عندهم إدمان على الانترنت بطريقة لأنه بيستعملوا التطبيقات المؤذية، لأنه على الانترنت في تطبيقات مفيدة وفي تطبيقات مؤذية، وبالتالي هيدا الموضوع هو هروب سلبي من المشاعر السلبية، وبالتالي هيدا مش حل أبدا لإلها. تالت طريقة هي التعبير، إنك تعبر عن مشاعرك السلبية هي شغلة كتير مهمة، ولكن لما تعبر وتقول أنا فاشل بالحب وتوكد، وقلنا ما تقول عن نفسك أنا فاشل، ما تقول على نفسك أنا ما حدا بحبني، هالعبارات صحيح أنت عبرت عن مشاعرك السلبية ولكن عبرت بطريقة سلبية، لأنه حتى التعبير له طريقة إيجابية واللي هي يكمن فيها التعامل مع المشاعر السلبية بطريقة السماح بالرحيل والمسامحة. بدل ما أقول أنا فاشل بالحب أو أنا ما حدا بحبني وكون عم أكد الفشل وبالتالي عم عززه،
أنا في استعمل عبارة تانية إنه أنا كانت اختياراتي غلط، أو الله بعده ما رزقني بالشخص المناسب. هون أنا عم بتصالح مع هيدا الموضوع، ولكن عم عبر عنه بطريقة إيجابية ما فيها جلد لذات. ثالث نقطة، ومثل ما قلنا هي أهم نقطة بالفيديو، إنه بتوصلك منه رسائل متناقضة، وهن بالحقيقة نوعين من الرسائل. أول رسالة من دون ما يكون في تواصل بينك وبينه، يعني حتى هو وبعيد عنك ومش عم تتواصله، فبيوصلك منه رسائل بالطاقة الروحية، كأنه هيدا الشخص عم بيلمح لك بأمور معينة حتى من دون ما يحكي أو من دون ما يعمل أي سلوك. وتاني نوع من الرسائل هو كلام عكس السلوك أو سلوك عكس الكلام. كيف يعني؟ يعني مثلاً هيدا الشخص قد يكون بكلامه عم بيقلك إنه ما بحبك وما بده إياك وما تعتبر نفسك مرتبط فيه، وأنا عندي شخص تاني غيرك، يعني بكلامه عم بيعطي كل العبارات اللي بتوحي إنه هو ما بحبك وما بده إياك بحياته، ولكن بسلوكه عم يوقف إلى جانبك، عم يدعمك، عم بيكون حنون معك أحيانا، وبالتالي هون أنت عم بتعيش حالة الصراع بين الحب واللا حب، الاهتمام واللا اهتمام. لهالسبب عم بيصير في عندك حنين وكراهية لهيدا الشخص بنفس الوقت. ثانيا، شو هو السلوك أو الكلام لعكس السلوك؟ بمعنى هيدا الشخص بسلوكه عم يحيلك إنه هو عم يتجاهلك، مش عم يهتم فيك، أو حتى ما بيوقف إلى جنبك وبيدعمك بمواقف معينة، ولكن بكلامه أو كتير أوقات بحسسك إنك رقم واحد بحياته، وإنه بحبك وبيستعمل معك كل العبارات العاطفية. فأنت عم بتشوف سلوكه اللي هو السلوك المتجاهل، ولكن عم بتشوف كلامه كلام الحب والعواطف والاشتياق وغيره، وبالتالي هيدا الشيء أيضا عم بخليك تحس بمشاعر الحنين والكراهية لهيدا الشخص بنفس الوقت. طيب كيف منتعامل مع هيدي الحالة لما يكون الكلام عكس السلوك أو السلوك عكس الكلام؟ هيدا الموضوع أكيد رح خصص لكم لإله جزء تاني بالأيام المقبلة. بيشوف تعليقي تفيدني أو تنصحني إيش أسوي أنا مرتبطة مع شخص لي سنتين مع بعض، والفترة دي كل مرة يقول لي مشغول، هو فعلا مشغول ورسلت له ما فتح رسالتي، مع أنه موجود بالسناب وصار له 4 شهور ما فتح رسالتي، وأرسلت له كم مرة ما يفتحها وأنا أنتظره. بدي أقول لك 4 شهور ما فتح رسالتك وبعدك ناطريته، لا ورجعت بعتي له كذا مرة لحتى يفتحها، طبيعي إذا كان ناوي يتجاهلك ويطنشك أو يقلل من قيمتك 10% فهلأ صاروا 200%. أولاً ما في حدا مشغول لدرجة إنه مش قادر يفتح رسالة، ما بيفوت على التواليت، بهالأيام الناس عم بيفوتوا على التواليت عم بيفوتوا تليفوناتهم معه، يعني دقيقة من وقته القيم لو رئيس الجمهورية برد أو بيكون عنده دقيقة ليرد على مسج بالنهار مهما كان مضغوط ومشغول.